2020 كان عاماً استثنائياً مليئاً بالتحديات. أغلقت المكاتب واستمر العمل، أغلقت المدارس ولم يتوقف التعليم، أغلقت المتاجر ووصلت الاحتياجات إلى المنازل. ولكن لم يكن هذا حال الجميع، فهناك عالم وجد الحلول وهناك عالم لا يزال يبحث عنها. تلك هي الفجوة التي علينا أن نقلصها باستخدام العقول والقلوب والموارد. www.lessonthegap.org ساهموا مع مؤسسة القلب الكبير.